الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سير شجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هقول لك على ممكن تكون حاجة بتقابلك كمشكلة بسيطة، وان شاء الله هلاقي لك حلها، والاكسل طبعا هو عامل الحل بتاعها. بص، ولنفترض ان انت عندك شيت واحد في شوية عملاء والداتا بتاعتهم والفلوس بتاعتهم، وده في شيت عملاء والداتا بتاعتهم، وده في شيت عملاء والداتا بتاعتهم. لو تلاحظ اسم العميل في اول اسم والتوتال بتاعته او الفلوس بتاعته في تاني كولوم او تاني عمود. طب انت دلوقتي عايز تجمعهم كلهم في شيت واحد. لو انت هنبتدي في الطريقه التقليديه ان انت هتاخد دي كده كوبي، او يعني مثلا تفتح مثلا شيت تاني مثلا وليكن اهو، يعني انا بقولها لك اهو دلوقتي، نفتح بس شيت تاني اهو تمام، وهنحط الداتا بتاعته ده انت اهو، وهنيجي عند الشيت التاني وهناخد الداتا بتاعته اهي كنترول سي، وهنيجي نضيفها هنا كنترول في، وهنشيل بس اسم العميل، وهنيجي في رقم 3 هنا نقول ايه كنترول سي، وهنيجي هنا كنترول في. تمام. الفكرة كلها ان انت بتاخد وقت شوية عبال ما بتنقل الحاجات دي كلها عشان تضيفهم مع بعض. طب احنا بنتكلم دلوقتي في 3 شيتات، اللي هو ده شيت واحد واثنين وثلاثة. طب لو احنا بنتكلم بقى ده كل ده فورك بوك واحد، اللي هو الاكسل شيت ده كله اللي هو فيه شيت واحد واثنين وثلاثة، ده ورك بوك واحد. طب لو قال لك مثلا احنا هبعت لك مثلا 10 او 15 ورك بوك، ويقول لك جمع لي الشيت ده او الورك بوكس دي كلها في ورك بوك واحد، فالموضوع هيبقى مرهق جدا ان انت تجيب دولك كلهم وتجمعهم في ورك بوك واحد. فالحل عمله الاكسل. اللي عمله الاكسل ده ايه؟ قال لك بص، احنا نمسح ده كله كاننا نفتح ورك بوك من الاول خالص. في حاجه في الاكسل اسمها باور كويري. باور كويري دي اللي هي ايه؟ اختراع كده الاكسل عملته. قال لك بص، انت هتيجي هنا الباور كويري دي اللي انت لازم يبقى اول حاجه الشرط من شروط الباور كويري ان انت يبقى الورك بوك ده او الشيتات اللي انت هتجمعها تبقى كلها بنفس الشكل وبنفس النمط، يعني اسم العميل في اول عمود واسم والفلوس بتاعته في تاني عمود، عشان كل ما الدنيا ترحل كل ما الدنيا هتبوظ. فلازم يبقى شيت مثلا انت سحبه مثلا من قصدي ورك بوك مثلا سحبه من برنامج، واخده مثلا من حد، بس بحيث ان هي تبقى الداتا بتاعته كلها مرتبطه، يبقى بنفس النمط، العمود الاول اسم العميل والعمود الثاني الفلوس بتاعته. فكل اللي هتقدر تعمله هنيجي هنا وهنيجي عند كلمه داتا، ونيجي عند جيت داتا فايل، وندوس على فروم فايل. الفروم فايل دي بقى لو انت عايز تخليها ورك بوك، لو انت عايز تخليها فولدر، لو انت عايز تخليها اي حاجه. انا دلوقتي عندي الفولدر، هجمع الاول من الفولدر اللي هو بعت لي اكتر من ورك بوك. هنيجي فولدر كده اهو، ونيجي براوز، ونيجي عند الورك بوك اللي هو رقم 3، ونروح دايسين اوكي. انا حاطه في نيو فولدر رقم 3 اهو، ونروح دايسين اوكي. قال لي السودان مصر يمن، السودان ومصر واليمن، بعد كده نروح دايسين كومباين اند اديت كومباين اند لود. انا بدوس على كومباين اند لود على طول. بص بقى احنا نعمل ايه، دولت التلات ورك بوكس دولت كلهم متشابهين في نفس الكلام. فاحنا كل احنا نيجي نعمله هندوس كده على شيت واحد ده وندوس على اوكي، مش تفرق في اي حاجه خالص، موضوع انت بس بتبتدي تفتحه بس. بص انت ده حتى هو عملها لك على طول. بص يقول لك ايه، بص ركز كده في الموضوع كومباين اند لود، الموضوع ما خدش ثانيه اهو، حط كده اسامي العملاء هنا كده، الموضوع ما خدش ثواني. حتى اهو جاب لك اسم السودان اهي، السودان الاسامي بتاعتها، مصر الاسامي بتاعتها، يمن الاسامي بتاعتها. حتى تلاقي في مصر هنا في ثلاث صفوف فاضيه. طب لو احنا جينا ودخلنا عند مصر، مصر دي اللي هي اهو، لا نيجي هنا مثلا ونفتحها، نخش عند مصر هنا، هتلاقي بص في ثلاث صفوف اهي فاضيه في الـ في الـ في التيبل ده بس. فدلوقتي موضوع الباور كويري موضوع جامد جدا 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 فوق ما انت تتخيله.
الموضوع فعلا فعلا حلو، الموضوع جامد قوي. او اجمع لك كل ده في وقت واحد، كل ده اتجمع في وقت واحد في لحظه، ده هو ده الباور كويري. ولسه بقى في حاجات كتير، بس انا بكلمك ان الباور كويري دي الحته اللي انت عايز تجمع فيها الشتات هي الحته دي بس. بس لازم اهم حاجه في الشتات بتاعه الاكسل ان هم يبقوا كلهم بنفس النمط، الاسم العميل او ايا كان يبقى اول حاجه، هي اول حاجه في كل الشتات، تاني حاجه هي نفس تاني حاجه في كل الشتات. وبمجرد ما بتعمل كده حتى كمان بيقول لك جنب كل يعني جنب كل شيت الاسم بتاعه، يعني مصر مثلا فيها توفيق واحمد وعبد العال وكل دول، واليمن فيهم جمعه وممدوح وصلاح وهكذا. بس هو ده اللي انا حابب اقوله لكم. ويا ريت يا جماعه لو الفيديو عجبكم اتمنى ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا فعلا محتاج دعمكم، لان 85% من اللي بيشتركوا في القناه او اللي بيتفرجوا على الفيديو ما بيشتركوش في القناه. شكرا جدا ليكم، كان معكم محمد تحسين، وما تنساش تابعني في الاكسل، انا بعمل حاجات كويسه جدا في الاكسل، واتمنى تتفرج عليها في البلاي ليست اللي هيظهر لك دلوقتي او في فيديوهات الاكسل اللي هتظهر لك دلوقتي. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.